تساءلت منذ قليل ماذا يريد رئيس جمهورية؟ يعني فعلا محير. السيد الرئيس معروف عنه بكونه صاحب مشروع الديمقراطية الأفقية، هذا ما يصرح به في حملة انتخابية، هو صاحب مشروع الديمقراطية الأفقية القاعدية. صرح اليوم تقريبا بأن الحكم المحلي لا يجب أن يتحول إلى وجود دول داخل الدولة. كثيرون فهموا من هذا التصريح أن الرئيس يتربص شرا، والعبارة لبعض معارضيه، بالمجالس المحلية بعد أن أتى قام بتجميد البرلمان التونسي، قام بحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، شل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وربما قد يأتي الدور على المجالس المحلية. ماذا يريد؟ هل سؤالي، هل يأتي مشروع قيس سعيد الذي تتساءل عن فحواه على كل المنجزات وكل مؤسسات دستور 2014؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ هذه أحجية يعني لطلاسم متتالية متعاقبة. في اعتقادي أنه لو بدأنا من مسألة تجريم التطبيع، التطبيع، نعم، أنا قبل قليل أعطيت مثال الصعود إلى شجرة عالية جدا يتحول النزول منها صعب المنال. نفس الشيء بالنسبة للتطبيع، لم يكن هناك أي شيء يرغمه أو يجبره، دعنا نقول، نعم، على أن يصرح مسألة التطبيع والتجريم خيانة إلى آخره، خاصة نعرف أنه مسألة حساسية الغرب، لأن إسرائيل هي في نهاية المطاف يعني صنيعة غربية. لو هل كان الغرب أستاذنا، هل بالولايات كان المتحدة، خطابا انتخابيا أو وعود انتخابية، أم أن الرئيس خلف وعده؟ أين يمكن أن نضع هذا؟ أنا يعني ربما أكون مخطئا، لكن أضع كل ذلك عن نقص التجربة السياسية للرئيس قيس سعيد، وذكرت قبل يعني في بداية هذه في بداية هذا اللقاء أنه الرجل لم يعرف عنه أنه كان منجذبا إلى الشأن العام والشأن السياسي، نعم، لا أيام الجامعة وهو طالب ولا أيام الجامعة وهو أستاذ. وبالتالي يعني أنه ينزلق في ارتقاء هذا الموقف، دعنا نقول، وهو يعني جليل وهو يحترم، أنه التطبيع خيانة عظمى. لكن تونس البلد ديال 12 مليون نسمة، واللي عنده مديونية معناتها خيالية، واللي هو مرتبط ب 80% في يعني الصادرات والواردات بالاتحاد الأوروبي، ويعرف مدى حظوة إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، أنت في غنى عن التصريح بمثل هذه الأشياء. نعم، يعني ال 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 العين بصيرة واليد قصيرة، ده يعني لا تذكر شيء. لكن بعد أن تقول كل هذا، أيضا أنت لست مجبر أن تلتقي بالزياني البحريني مهندس التطبيع بين مملكة بحرين والكيان الإسرائيلي، ثم أنت لست مرغما على أن تلتقي شخصيا، يجب أن تعطيه، أن يمكن أن ينوبك وزير أو حتى ما دون الوزير لمقابلة قرقاش الإماراتي. ونعرف إلى أي حد الإمارات اليوم متحالفة غائصة حتى الأذنين مع إسرائيل، وأنا أعجب وأستغرب من ذلك. فبالتالي الرئيس قال صعد ونطق بشعارات قوية جدا، نعم، لكن تدحرج إلى مواقف مخجلة جدا، نعم، ويجب أن ينظر إلى ذلك يعني بتبصر. لست أدري يعني ما الذي أجبره على قول ما قاله في البداية، وعلى أن يتخذ المواقف التي اتخذها في النهاية. نعم، فبالتالي هناك عدم معرفة، وأنا أقول أنه
الناس المحيطين، وخاصة يعني لا أرى من هو متمرس، ربما عثمان الجرندي، نعم السيد عثمان الجرندي هو الوحيد الذي له تجربة، يجب أن يلعب دورا. وأن لكن الرئيس يبدو حسب ما أرى أنه هو يعني لا ينصت بسهولة نعم له. دكتور.